والآن النشيد الوطني من فضلكم. ويا مرحبا بإطلالات باهية تزيد هذا المكان ألفة وحبا. أسعد الله أوقاتكم وزادكم سعادة تملأ قلوبكم. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحبتنا في الله، أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة. والله هذا العام هذا كان في المرحلة الأولى في شهر في أبريل كان 15 إمرأة، واليوم هنا 33 إمرأة. فقد كرمنا ان شاء الله بمنتدى استثنائي تعويضي، اللي راه عمل نفسي قوي جدا بالنسبه للمراه اللي نزعت الصدر تاعها. ونحن في جمعيه اصدقاء المريض اخترنا هذا العضو هذا ان شاء الله حتى يكون لها دعما لها في حياتها اليوميه، يعني في بيتها مع اولادها مع زوجها مع صديقاتها. فجمعيه اصدقاء المريض من هذا المنبر نحن نريد ان نصل كعامل نفسي ميداني ان نقام في المستقبل على جناح واسع جدا. ثانيا نحن في هذا العمل اتعينا ان يرشح هذا المشروع هذا على مستوى منظومة الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني في التعويضات في حال شراء وقتنا هذا العضو. وثالثا نحن على مستوى جمعية أصدقاء المريض أردنا كذلك أن نعطي نوع من القفزة مع جمعيات المجتمع المدني على مستوى مشروع منظومة العمل الجمعوي أن يعتمد هذا العمل هذا إن شاء الله في إطار كذلك جمعياتنا مختلف الجمعيات التي تهتم بأمر المريض. بعد ذلك ما إن شاء الله قامت به الجمعية في هذه المناسبة وهو تكريم كنا بهذه الصدور الاصطناعية التعويضية. هذا إن شاء الله كما يعني تلقوه إن شاء الله يوم القيامة في جنة الله سبحانه وتعالى، هذا العضو المفقود سابقكم إن شاء الله في الجنة ويكون شفيعا لكم في دخول وشفاعة الله سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم. Thank you.